تعزم على حد بسجارة يقول لك لا ما بدخنش، امال ايه اللي حضرتك ماسكه ده؟ يقول لك دي سجارة الكترونية. ايه يعني؟ بقيت بقى تمشي وتروح وتيجي. انا ما بدخنش على المستوى الشخصي، انا بشحت سيجارة. المهم ان انت بقى منتشر بشكل كبير بين ناس كتيرة من كل الطبقات من كل الاعمار، حاجة اسمها السيجارة الالكترونية. كده يقول لك انا كده اقلعت عن التدخين والدكتور ولا حد وصفها لي وشوية وخلاص هبطلها. لكن النهارده لا، في ابحاث في دراسات بتتعمل بيقول لك ان السيجارة الالكترونية بتسبب السرطان. وش كده؟ وتعمل لك مشاكل في الجينات ومشاكل في الهرمونات. يعني بيقول لك كمان السيجارة الالكترونية اخطر من السيجارة الورقية العادية. يعني اخوانا خلوا بالكم، القصة ما بقتش كده بسيطة وسهلة، ان مش استسهال انا وقفت التدخين فخلاص همسك السيجارة الالكترونية. دراسة كاملة منشورة النهاردة بتقول لك لا، بتحذر تماما. اول حاجة بتقول لك بتمنع عملية الاكسدة في الجسم مما سيفسح المجال امام الامراض المزمنة. معايا على التليفون الاستاذ الدكتور حسام حسني مسعود، رئيس قسم الامراض الصدرية بطب قصر العيني. مساء الفل دكتور حسام. مساء الفل استاذ محمد، وحشني جدا. الله يخليك. بقول لك يا قمر، ايه قصة السيجارة الالكترونية المنتشرة والكل متصور كده ان هو خلاص بطل تدخين وان السيجارة الالكترونية لا تضر؟ خلينا نقول الاول قصة ان انا بشحت سيجارة، ها؟ نعم. فكلمة مدخن اللي هو بيدخن سيجارة في اليوم. نعم. سواء خلاص يبقى انا كده بقيت مدخن، ده انا قلت على الهوا انا مش مدخن، بشحت سيجارة. بالظبط. كويس، فشحتها اشتريتها فانت مدخن، ها؟ كويس، وكلمة مدخن كلمة سيجارة في اليوم، كويس، دي معناها انك تحمل كل مشاكل التدخين. نعم. فالتدخين تأثيره مش بعدد السجاير، بعدد بقابليتك انت للسجارة. يعني كده ما بقاش في حاجة اسمه مدخن شارع خفيف او تقيل او شارع او تقيل او كده زي ما بنستخدم. طبعا كل ما بنزود عدد السجاير في اليوم كل ما المشاكل بتكتر. نعم. لكن برضو في مقولة مهمة ان تأثير السجاير يعتمد على عوامل وراثية داخل الجسم. نعم. السيجارة فيها 3400 مكون كيميائي. كويس. الذي يمثل ويؤدي الى ادمان هو النيكوتين. نعم. لكن العوامل الاخرى تؤدي الى عوامل مشرطنه وكده، فده كان على اساس هذا الاساس تم اختراع السيجاره الالكترونيه، ها، او الشيشه الالكترونيه. جميل. على اساس ان الماده التي تؤدي الى الادمان هي ماده النيكوتين. والمواد الاخرى هي دي اللي تؤدي الى السرطان او السده الشعبيه او التهابات الشعب المزمنه. طيب. فتعالى ندي للمريض او للمدخن، عشان نقول ان المدخن هو مريض، الماده التي تجعله يلتزم بالتدخين بدون اثار جانبيه. نعم. ده كان الهدف الاول. والهدف بتاع السيجاره الالكترونيه هي كوبري للاقلاع عن التدخين وليس بديل عن التدخين. نعم. يعني المدخن دائما عنده مشكلتين، مشكله تاثير النيكوتين ومشكله عاده السيجاره. نعم. فتعالى نغير العاده بوسيله اخرى ونستبدل المواد المضره. فهي كوبري الاقلاع عن التدخين، بحيث ان كان بيكتبها من الدكاتره زي ما حضرتك قلت، ان في بعض الدكاتره بيوصفوها بس ما بيوصفوهاش كبديل للتدخين. طيب، ماذا عن السيجاره الالكترونيه في حد ذاتها؟ هل فعلا تؤدي للاصابه بكل هذه الامراض اللي الواحد قرا عنها؟ لا توجد ماده كيميائيه ليست لها اثار جانبيه. يعني السيجاره الالكترونيه فيها ماده كيميائيه وبالتالي هيبقى لها اثار جانبيه. كويس، لكن خلينا نقول ان حتى النهارده ال FDA او منظمه الاغذيه والمشروبات كانت مطلعه بحث النهارده ان هم بيلزموا شركات التدخين بتقليل نسبه النيكوتين في السجاير. علشان نبدا نقلل نسبه ان الناس يبقى عندهم ان هم يبقوا مدمنين متعلقين. كويس، لكن خلينا نقول ان السيجاره الالكترونيه لو استخدمت ككوبري للاقلاع عن التدخين هي وسيله جيده. ككوبري. لكن هي وسيله، انما مش للنهار. لكن مش هي وسيله، ان انا بستبدل وسيله بوسيله، لو استخدمتها وسيله بوسيله ما اسوء من ست الى سيدي. كويس، ولها مشاكل. يعني احنا نقول له احنا نقول للي بيدخن السيجاره الالكترونيه ايه؟ استخدمها شهرين ثلاثه واقلع عنها.
هو اللي هو بيستخدمها ليه الاول؟ هو بيستخدمها كبديل. فهو انا عندي بعض الناس اللي انا معرفهم معرفه شخصيه كويس جابوها لاولادهم اللي هم عندهم 17 و18 سنه اثناء وسيله امنه. دي مصيبه سوداء. هي ليست وسيله امنه. ليست وسيله امنه. كويس، لكن هي وسيله من وسائل الاقلاع عن التدخين. انا ببدل شيء في منتهى الخطوره، بديك حاجه مؤقته اقل خطوره علشان تقلع. وبالتالي ينصح بعدم استخدامها على اطلاقها بقى. لا توجد استخدام على الاطلاق. الاستجاره الاقتصاديه كان بيوصفها الدكاتره للاقلاع كوسيله مساعده لاقلاع التدخين. نعم. كويس، لكن احنا طبعا بقت اصبحت في محلات متخصصه لبيعها. النصيحه بقى كطبيب امراض صدريه. التدخين يؤثر على جميع اعراض الجسم. التدخين، انا مش هنتكلم على السرطان، مش هنتكلم على الاورام، مش هنتكلم، لكن التدخين يؤثر على كل الجسم. يعني الست اللي خايفه على بشرتها بنقول لها خدي بالك ان التدخين بيكبرك في سنك 10 سنين، لان بيؤدي الى تجاعيدات وتجاعيد في الوجه. كويس، الراجل اللي بيدخن يقول له خد بالك ان التدخين يؤدي الى تقليل الخشوبه. طب اللبانه اللي بقت مستخدمه برضه، في لبان؟ اللبان النيكوتين هو وسيله مساعده للاقلاع عن التدخين. خلينا نقول ان التدخين اصبح نوع من الادمان. احنا كنا زمان بنسميه عاده، دلوقتي احنا العالم كله بيعتبر المدخن التدخين ادمان مدمن. يبقى النصيحه من حضرتك، اولا انا بشكرك الاستاذ الدكتور حسام حسني مسعود رئيس قسم الامراض الصدريه بطب قصر عيني، ان زفت سيجاره الكترونيه سيجاره ورقيه زفت، وطلع لو بتشرب سيجاره واحده في اليوم زي كده لا يقال عليك مدخن، تطلع شحتة شحاتة تطلع شريعة مدخن. مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس اتحاد المستثمرين العرب دكتور سفير